الإخوة المجاهدون يا أبطال الدواعش زلغتوا معي. ولكن لماذا هذه الزلغوطة يا مولانا الخليفة؟ إنها زلغوطة فرح، فبعد اليوم لن يموت الخليفة أيها الإخوة الدواعش. الخليفة لن يموت؟ لا، سوف يعيش إلى الأبد، وإذا قتل الكفار والروافض الخليفة فسوف يأتي بعده 100 خليفة زلغته. هل نزل عليك الوحي يا مولانا الخليفة؟ نعم، من السماء؟ كلا، من البورنهاب. البورنهاب؟ نعم، وجدت على هذا الموقع فتاة مؤمنة بدولة داعش، فتاة بفضلها إن مات الخليفة سوف تنجب بداله 100 خليفة. انظروا، 100 خليفة؟ إنها تمارس جهاد النكاح مع 100 من الرجال كل أسبوع، فأقله أن تنجب لنا 100 خليفة، وهذا شعارها زلغته.